الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الطائر يتكلم في المنام للإمام محمد ابن سيرين طيب الله سراه. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. في المنام تشير رؤية التحدث مع الطير في المنام إلى المركز والمكان الكبير التي سيحصل عليها صاحب الرؤية. رؤية المرأة المطلقة بأن طائر جميل يتكلم في منامها دليل على الأخبار والأحداث السعيدة التي ستمر بها. المرأة المتزوجة التي تسمع في منامها طائر يتكلم معها كلام مفهوم في المنام تدل على تحقيق الشيء والكلام التي يتكلم به الطائر. عندما ترى الفتاة العزباء بأنها تربي الطيور وتتحدث معهم في منامها إشارة إلى المكان الكبير والمال الكثير التي ستحصل عليه. تكلم الطائر في المنام دليل على الأصدقاء الجيدين في حياتها وحدوث شيء مهم لها خلال فترة قريبة، والله أعلم. في المنام تشير رؤية أسراب الطيور في السماء دليل على الحظ الجيد للرأي وكثرة الأموال التي سيحصل عليها قريبا. رؤية أسراب الطيور في المنام تدل على حصول الرأي على مال عن طريق الميراث. تشير رؤية تجمع أسراب الطيور أعلى الرأي بالمنام إلى المكان الكبير التي سيحصل عليها أو عمل كبير ووظيفة مرموقة. عند الحالم بمهاجمة أسراب الطيور بيت الرأي إشارة إلى الكثير من الناس الذين يقتحمون خصوصيات الرأي بدون أي رغبة. عندما يرى الشخص أسراب طيور تهاجم الحالم في المنام تحذير له من تقصيره في الطاعة وأداء العبادات، والله أعلم. في منام الرجل تشير رؤية الطيور البيضاء إلى الأعمال الصالحة والحسنات الكثيرة التي يمر بها في حياته. في المنام الشاب الأعزب أو الفتاة العزباء تدل رؤية الطيور البيضاء على اقتراب الخطوبة والزواج، والله أعلى وأعلم. أيها الأحبة الكرام، لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، ولا تنسوا قراءة سورة الملك كل يوم ليلا، ولا تنسوا أيضا وردا يوميا من كتاب الله عز وجل. يكفي ان ختمة القرآن الكريم الواحدة بتساوي 3 مليون حسنة وتمحو 3 مليون سيئة اذا تقبل الله عز وجل. واسأل الله عز وجل ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال في الدنيا والاخرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.